أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستثنى من التعديل بين الأولاد إذا كان الابن عند أبيه يخدمه في بيته وبقية الأبناء ليسوا عنده، فيعطي من يخدمه ويخدم أخواته ويحرم الباقين؟ لا، ما يستثنى، داخل في النهي، داخل في النهي. إنما يستثنى إذا كان الابن محتاجا أو عليه ديون أو مريض لا يستطيع الكسب، يعطيه دون إخوته نظرا لحاجته. أما إنه عنده في البيت، هذا بر، هذا بر منه بوالديه، واجب عليه، هذا واجب عليه. لكن لو أراد الولد أنه يروح ولا يبقى عنده، وهو يريد منه أنه يخدمه ويقوم بإعانته على تجارتها وعلى، فيجري له راتبا مثل ما يجري لغيره، يعتبره أجيرا، لا بأس أن يعتبره أجيرا في مقابل عمله. نعم.